اهلا بكم متابعي برنامج الملعب في يوم جديد وحلقه جديده نكشف فيها عن كل التفاصيل في وسطنا الرياضي. كل التحيه من زميلي صالح المرشد في اعداد هذا البرنامج وزميلنا خالد حمدان ومخرجنا فيصل الخمعلي وبقيه الزملاء. اجمل التحيه مني انا بندر الشهري ورحب بكل الاراء من خلال هاشتاج برنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج برنامج الملعب. مجموعه من الاخبار والقضايا الساخنه في الوسط الرياضي. البداية كما عودناكم مشاهدينا مع أبرز العناوين. أحمد عيد يكشف عن عوائد السوبر وأربع جهات مستفيدة، وفيصل بن تركي يعتذر للجماهير، ودا سيلفا يعاقب لاعبين. الرئاسة العامة تغلق باب الترشيح لرئاسة الأهلي والزويهري المرشح الوحيد. كأس ولي العهد ينطلق غدا بأربع لقاءات، والملعب يقدم اللاعبين الجدد في دوري عبد اللطيف جميل. كانت هذه أبرز عناوين قبل الخوض في تفاصيلها، ورحب بضيفي برنامج الملعب من هنا الكابتن فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي سابقا ونادي الشباب. حياك الله أبو خالد. يا هلا والله وسهلا بندر، مسي عليكم ومسي على الأخوان المشاهدين. اشتقنا لك أبو خالد، زمان عنك. الله يسلمك. إجازة شهرين طويلة ولا لا؟ ولا عدت بسرعة؟ لا والله طويلة. الله يحييك أبو خالد. واحنا نسعد بتواجدك معنا دائما حتى يجهز الاستاذ احمد الشمراني من جده ان شاء الله عبر رقم الاصطناعيه راح نتواصل معاه. كيف تابعت المشهد الشهرين الماضيين؟ المشهد كان يعني اكثر استعداد للفرق وايضا تعاقد لاعبين. الشهر الاخير منه انتهى بمعسكرات خارجيه. لكن حقيقة في الفترة الماضية كان هدوء يعني كثير لحد آخر 10 أيام بطولة السوبر بدأت الأخبار وأيضا العالم تتكلم عن السوبر مباراة السوبر. الشباب كيف تحركاته الموسم الجاي؟ والله إن شاء الله أنها جيدة، في لاعبين على مستوى لاعبين شباب، لاعبين اللي كانوا العام في الأولمبي يعني متواجدين، وإن شاء الله الاستعداد اللي صار وايضا تواجد ايضا مدرب له اسمه وله ايضا تاريخ السي في حقه يعني يشهد له بذلك. نتمنى ان شاء الله ان موسم يكون يعني يليق باسم نادي الشباب. الموسم الماضي كان مزعج للشبابيين. والله شوف انا بقول لك هو مزعج، بس لا تتوقع ان يعني ان 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 في 7 شهور او 8 شهور عندك يعني اشياء كثيره كانت العام الماضي. ويكفي ان العام الماضي ايضا نادي الشباب يعني طلع يعني محقق بطوله السوبر وايضا محقق بطوله الاولمبي بطولتين في نفس الوضع اللي انت كنت فيه، تعتبر اكثر من جيد. طيب انتم كيف تتعاملون مع الانتقادات اللي توجه للشباب من الجماهير الشبابيه المحبه للكيان؟ تتقبلون ارائهم؟ والله شوف بندر، شوف انا بقول لك اللي ما يتقبل النقد ولا يتقبل الاراء لا يدخل كره يعني ميدان كره القدم او يقرب لكره القدم، ولكن في نقد مقبول وفي نقد فيه تجريح او فيه اساءه للشخص او فيه اساءه للاشخاص، هذا اللي ما يتقبله اي شخص يعني. طيب واذا كانت النقد في كره القدم هذا يعني وارد. طيب الاساءه او التهجم من الجماهير امر خليني اقول لك يعني وارد، لكن إذا حصل هناك من يحاول الاصطدام بالإدارة الشبابية ممن هم قريبين من نادي الشباب أو عملوا في إدارة سابقة، هنا المشكلة حقيقة. لكن الجماهير يعني أحيانا تكون عاطفية أكثر من اللازم، ولا يمكن أنك بترد على جماهير كاملة، ولكن إذا كان في أشخاص يعني قريبين مثلا من النادي أو عملوا في النادي أو كذا أو كذا يكون مثلا يعني التحريض او انه اساءة للكيان او اساءة لمن خدموا الكيان، هنا حقيقة يعني تكون صعبة يعني. طيب ليه ما تكون محاولة لزعزعة استقرار الفريق؟ إيه ممكن يعني انا اقول لك الاشياء هذه ممكن، لكن احنا ما نبغى نقول زعزعة الفريق عشان نكبر الموضوع، لا، في ناس لها اهداف شخصية
يعني في 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 نادي الشباب. انا اقول لك يعني في ناس لما تجي مثلا يعني يكون لها اهداف اهداف شخصيه واهداف نوايا غير غير واضحه حقيقه، ولكن ان شاء الله الموسم هذا باذن الله ان تتلاشى ايضا الخلافات اللي كانت موجوده. تحقق لهم ما ارادوا ابو خالد لما ابعد الشباب عن منافسات الموسم الماضي؟ لا شوف عد ما نكبر الموضوع لحد ما نوصله انه اثروا على الشباب او اثروا على الفريق. احنا تعودنا على صراحتك كابتن. لا انا اقول لك الفريق كان يحتاج له وقت لترميم هذا الفريق وترميم هذا الكيان. لا انا اتكلم عن هؤلاء الاشخاص المحيطين او القريبين او اللي تربطهم بشكل او غير مباشر علاقه مع نادي الشباب. لا هم عملوا عمليه ازعاج، يعني عملية إزعاج وعملية تخلي الجماهير غير واثقة غير ما تثق يعني أحيانا في ذا، ولكن لما نجي على أرض الميدان يعني بالنسبة للاعبين بالنسبة أيضا للفريق الفريق كان يحتاج له يعني دماء جديدة، وكان يحتاج له أيضا مدرب على مستوى، وكان يحتاج له يعني تنظيم يعني حقيقة. ونتمنى ان شاء الله ان الموسم هذا مع المدرب ايضا الجديد اللي يملك خبره ايضا كبيره مع املنا برضو في الوجيه الشابه اللي طالعه ان شاء الله انها تقدم ما عليها. ولكن انا اقول يعني للشبابين لا يمكن الشباب حيرجع في يوم وليله، نحتاج صبر، نحتاج وقت، نحتاج مساحه لـ 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 للعمل. توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن نتوقع بعد هذا الكلام أبو خالد أن الشباب الموسم الجديد بعيد عن المنافسة؟ أنا ما أقدر أقول أنه بعيد عن المنافسة، ولكن أنا أقول لك الشباب من الفرق اللي يحتاج له وقت زي موجود في الآن. أنت تقول نحتاج للعودة إلى وقت إلى مساحة إلى عمل كبير. نعم يعني أفهم من كلامك أن الشباب هذا الموسم لن ينافس. لا أنا ما أقدر أحكم على الشباب. إحنا تعودنا على الشباب ثابت في المنافسة. أنا بقول لك الشباب دائما يعني من سنوات طويلة يعني ما يغيب عن منصات التتويج، يعني العام الجميع يعني لا شبابيين ولا رياضيين لم يعجبهم المستوى اللي قدم الفريق الشبابي، لكن طلع بموسم ببطولة وأيضا أمام فريق بطل الدوري. فالفريق الشبابي باذن الله يعني ما ينخاف عليه، لكن لما نكون شفافين ونكون واضحين، حتى المدرب جديد وله اسم يحتاج الى وقت، في لاعبين ايضا صاعدين للفريق الاول تحتاج يحتاجون الى وقت، لكن يعني ارجع واقول لك الفريق الشبابي ممكن يخطف اي بطوله في اي في 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 حتى في اسوء اوضاع. يعني هذا اقل شيء ممكن تقدمون للجماهير الشبابيه في هذا الموسم او كحد ادنى. نتمنى ان شاء الله أن يكون هناك بطولة للشبابيين. نتمنى إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق أبو خالد. الله يسلمك. نبدأ عناويننا وأخبارنا. تفضل. عندنا أول خبر حول ما يتعلق ببطولة السوبر، وكشف رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم أحمد عيد أن عوائد مباراة كأس السوبر السعودي في لندن لن تقل عن 10 ملايين ريال. أوضح أن تكلفة استئجار ملعب نادي كوينز بارك الذي أقيمت عليه المباراة كلف حوالي 120 ألف جنيه استرليني، مشيرا إلى أن عدد الجماهير التي حضرت المباراة تجاوز 12 ألف مشجع. لفت عيد خلال استقبال السفير السعودي في لندن له إلى أن عوائد المباراة سيتم تقسيمها بحيث يذهب جزء منها إلى اتحاد القدم وجزء للناديين وجزء ثالث لجهات رياضية خيرية. من جدة أرحب بالأستاذ أحمد الشمراني الناقد الرياضي المعروف، حياك الله أبو محمد. حياك الله بندر، تحياتي لك ولأبو خالد والأخوة المشاهدين. وترى المعلومية أنا جاي قبل الموعد بثلث ساعة، وموجود هنا ما شاء الله في الاستديو أيضا من قبل ما تبدأ أنت، لكن ما أدري الخلل منكم ولا من جدة. والله ابو محمد احنا يعني نعتذر لك على هذا التاخير، لكن تعرف مشاكل فنيه ومشاكل تقنيه، والزملاء من يوم بدينا احنا على الهواء احنا يحاولون اكثر مره للتواصل معكم، لكن ان شاء الله الحمد لله انك وصلت ابو محمد، يعني وهذا اهم شيء انك تكون معنا
والوقت ان شاء الله كافي لتقديم ماده اعلاميه للجماهير. لا القضيه ما هي قضيه وقت كافي، القضيه قضية كافي، بس لا تأخرت وعاتب، لكن لما نجي قبل من حق أني أعاتبكم الآن. لا أكيد ما أنت منه فينا أبو محمد، أنا بالعكس أنا وش قاعد أقول لك، أقول لك من حقك وقاعدين نعتذر لك وتصير، يعني مو هو يعني إحنا ما ودنا نضخم الموضوع، لكن تصير مثل هالمشاكل. أهم شيء أنك استمعت الحديث اللي بينه وبين أبو خالد قبل شوي كثير، وتتمنيت أنه يستمر حقيقة، بيقول كلام جميل. طيب خليني أبدأ معك أبو محمد. الآن أحمد عيد يقول عوائد كأس السوبر أكثر من 10 ملايين، وطبعا هناك جهات رياضية أخرى أو خيرية ستشارك في هذه العوائد، لكن كيف شاهدت المشهد من وجهة نظرك بطولة السوبر بين النصر والهلال؟ والله بطولة السوبر حقيقة من قبل أن تبدأ كان الحراك حولها ربما مختلف تماما قياسا بالموسمين السابقين، على اعتبار أن هذا الموسم ربما النقل أو المكان والزمان طغى على الطرح. هناك كان الموضوع بين رافض وبين أيضا متقبل الفكرة وبين من ينتظر أيضا حتى ما بعد الحدث حتى يدلي بدلو. أنت تعرف تماما أنه عندنا هنا في رياضتنا الآراء ربما تطرح قبل وبعد وإثناء، نعم. وكل شخص له رأيه، وخاصة عندما يكون الأمر معني بالرياضة. لكن اللي حدث في هذا السوبر أعتقد أنا بل أكاد أجزم بأن الأمور ربما ستكون طبيعية لولا بعض المشاهد اللي حدثت في النهائي واللي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر السوبر. أقول بمعنى أنه حقيقة كانت نتمنى في هذه الحلقة وفي حلقات سابقة أو مستقبلا نتحدث عن إيجابيات السوبر وسلبياته، نتحدث عن 10 الملايين اللي تكلم عنها الأستاذ أحمد، نتكلم أيضا عن الطرح الإعلامي اللي حدث أيضا هناك في الإعلام الإنجليزي. لكن حقيقة ما شوه المشهد بشكل عام هي الصور المقززة واللي يرفضها طبعا بلا شك مجتمعنا. أنت تعرف تماما أن مجتمع متدين بالفطرة، وبالتالي أمور مثل هذه اللي حدثت في السوبر الكل تحدث عنها ربما بامتعاض شديد، واليوم ربما هناك من تناولها في بعض المساجد في خطب الجمعة، وكانت أيضا من الأخطاء اللي زي ما قلت ما أعطتنا فرصة. أي صورة أبو محمد حدد لنا عشان تكون الصورة واضحة للمشاهدين، تتكلم عن أي نقطة بالذات؟ الصورة حقيقة اللقطات اللي حدثت أيضا عندما المخرج للأسف الشديد ترك الملعب وذهب أيضا إلى تقديم بعض المشاهد لبعض النساء طبعا لحضر المباراة، وكان أحيانا التبرج ربما أيضا كان بالنسبة لنا مزعج كثير، يعني بمعنى أننا كنا ننظر للمباراة بعيون سعودية، أنت وأنا وأبو خالد والمشاهد الكريم في المملكة. طبعا كما قلت نرفض مثل هذه الأمور، نؤمن أن الرياضة رياضة ونؤمن أنها للجميع، لكن عندما تصل لهذا الحد الكل يتحدث. كنت أتمنى من الاتحاد السعودي كرة القدم، كنت أتمنى من القائمين على هذه البطولة بطولة السوبر لو وجهوا رسالة للناقل الرسمي قبل الحدث. وأنا حقيقة تحدثت ما أقولها بعد الحدث، قلتها قبل الحدث في الإخبارية يوم السبت الماضي في الليل، قلت أتمنى أن لا 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 يشوه المخرج جمال المباراة. كنت أنا متأكد أن هناك عوائل بس ستحضر. هذه المشاهد هذه اعتدنا عليها في دول الخليج أبو محمد، نشاهدها إذا أقيمت مباريات في دبي أو في الدوحة أو في دول الخليج، يعني مشاهد يعني ما تختلف كثير عن اللي شاهدناها. والله يا بندر أنا معك أنا في دولة الخليج ولا آخر، لكن هذه المرة تعرف أنها معنية مباراة سعودية، وتعرف أيضا كما قلت في بداية الأمر قد نقبل بكل شيء للتجاوز على الثوابت. أنا معك أنه هذا خطأ، وكان كنت أتمنى من الاتحاد السعودي لو مثلا أوعز برسالة، إذا كان ما طبعا ما حيقدر يمنع أحد من حضور المباراة سواء نساء أو رجال في لندن، لكن كان مفروض أنه على الأقل اتفق مع الناقل أن لا يرينا تلك المناظر حقيقة، اللي هي اليوم حقيقة حديث الشارع الرياضي وحديث أيضا من لا يحبون الرياضة استثمروها، بدأوا يتكلمون يقول هل هذه رياضتكم. فبالتالي أعتقد أنه هذا التشويه اللي صار واللي يتحمله بلا شك أطراف عدة ولا الشركة الناقلة والقناة الناقلة والمخرج المباراة
هي اليوم المهيمن على المشهد. كنت أتمنى أنا وأنت وفادي اليوم نتكلم عن المكاسب في معزل عما حدث، لكن زي ما قلت نعم. هذه الصورة اللي تفسد علينا حقيقة البعض سوبر كان تحدثنا عنه طويلا البعض أبو محمد وسلبيات. بنتكلم بناقش موضوع السوبر، لكن البعض تحدث عن أن مثل هذه الخطوة قد تكون من بين أهداف القادمة لاتحاد القدم، وهو السماح لحضور العائلات في المدرجات السعودية. طبعا هذا طرح كان متداول بشكل واسع في الوسط الرياضي، يمكنك تابعته أنت بشكل شخصي. والله تابعته وطرح في أكثر من برنامج، وأنا كنت جزء من بعض البرامج أنا على الصعيد الشخصي حقيقة، وربما أكون متخلف في هذا الجانب. أنا ضد فتح أبواب ملاعبنا للعنصر النسائي، وهذا طبعا من الأمور اللي بالنسبة لي رأيي فيها، سواء هنا أو في الصحف أو في الندوات أو في أي مكان، لن أتخلى عنه. وأتمنى أنا على الصعيد الشخصي، وهي أمنية شخصية، ألا نفكر في مثل هذا الموضوع، لأن زي ما قلت إذا كان مباراة بهذا الحجم كان فيها ردة فعل بهذا الشكل، ما بالك عندما أيضا نفكر مجرد تفكير أن نفتح الملاعب للنساء. أنا حقيقة ضد هذه الفكرة بشكلها ومضمونها وحتى أيضا التفكير فيها. إذا كان مثلا هناك وجهة نظر تختلف معي فأهلا وسهلا بها، رغم أن رأيي لن يتغير اليوم وبكرة وبعده وبعد سنة سنتين بعد 3 سنوات، حتى لو جاء القرار أنا من الناس اللي ربما سأظهر في كل منبر إعلامي، وإلا ما استطيع منبر إعلامي هناك تويتر، أنا ضد الفكرة تماما. نعم. طيب أبو خالد أسمع تعليقك على هذا الموضوع. أبو محمد أثار نقطة مهمة، إلى أن المشاهد اللي شاهدناها وركز عليها مخرج المباراة كانت مستفزة للمشاهدين أو الجماهير السعودية. شوف حقيقة أنا أي شيء جديد أو مشروع جديد وخاصة في كرة القدم، يعني لازم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم تشوف ردة فعل الناس، وردة فعل الناس كانت يعني حقيقة محقة فيما يتداولونه، خاصة العقلاء ما شاهدناه، وهذا حقيقة يعني ما نقدر نخبيه. إذا كان اتحاد أحمد عيد استفاد 10 مليون فأنا أتوقع أنه خسر أشياء كثيرة كاتحاد في بين الجماهير السعودية، وأيضا بين زي ما تفضل أخوي أحمد اليوم يعني كثير من المتدينين، وأيضا على مستوى الجمعة في الخطب يعني أغلب المساجد تطرقت لهذا الموضوع. وهل الكرة السعودية محتاجة أنها تصل إلى هذه المواصيل؟ أن الاتحاد السعودي أن يسير يعني ما قدمه أنه يسير في المساجد ويسير أيضا في الجمعة ويسير في خطب الجمعة ويسير في ذا، أنا أتوقع أنه في وجهة نظري التجربة كمباراة فنيا شفناها مباراة وفاز فريق وكذا وتكلمنا عنها فنيا، ولكن ما صاحب هذه يعني ما بعد المباراة هذه حقيقة يعني أنا بقول لك ما تسوى أن نشوف بناتنا على تويتر صورهم على الواتساب في أشياء كثيرة. يعني المجتمع السعودي مجتمع محافظ، مجتمع أيضا لا يقبل حقيقة هذه الأشياء اللي إحنا شاهدناها. والله أنا في وجهة نظري الشيء اللي شفته حتى لو بتكسب 30 مليون أو 40 مليون أني ما أقيم هذه المباراة، مو بعشرة مليون. لو أنا بقول لك أنت لو حطيتها في أحد المدن السعودية وخاصة الملاعب الكبيرة، يعني هناك أنا وش اللي صار يعني في حقيقة في لندن؟ لا شفنا مسؤولين على مستوى الكرة البريطانية موجودين، على مستوى أوروبا موجودين، ما في أحد. يعني كنك أنت ناقل شباب وبنات سعوديات وحطيتهم في ذا المعل وقلتوا يلا بس غيرنا لكم الجو، ويعني ما فيه. أنا بقول لك إذا كان قصدهم مكاسب مادية، أنا أتوقع أن 12,000 اللي حضروا لو حطوها في الاستاد الملك فهد وحطوها في جدة وحطوها في ذا كان حضر 70,000 سعودي، والدخل أكبر وانبسطوا يعني شباب البلد. طيب وش اللي كان يبغى يوصل اتحاد القدم من خلال إقامة هذه البطولة هناك؟ والله يتمنى يعني أنا كنت أتمنى اليوم الأستاذ أحمد عيد أنه يرد على الأقل انتقادات الناس، لكن حقيقة أنا ما وش دخلني أنا في 10 مليون ما 10 مليون، يعني أعطيت كل نادي 2 مليون وانت خذيت كاتحاد
مقابل ان خلي هزيت الصوره حقيقه امام الجمهور. يعني في اشياء كثيره حتى لو تكلمنا فيها انزعجت من بعض الصور. المشكله ان جينا نتكلم يقولون مثلا احنا مستهدفين، احنا ناس، في ناس حاقدين علينا. لا يا اخي، مو بدنا حاقدين، احنا انتهت مباراه نجي في الاستديو حنتكلم عن المباراه وما حدث فيها. نعم. هناك مسؤول قام بشيء معين واستنكرت العالم، حنتحدث فيه بشفافيه وبصراحه. انا اتوقع الان احمد عيد لو يجي ينتخب نفسه الان في الاتحاد السعودي ما راح يقبل اي احد بسبب مباراه، بسبب هذا الحادثه اللي صار، مباراه السوبر. اي نعم. امس دكتور حافظ المدلج كان في مكانك هذا يقول ان الفكره من الرئيس العام رعايه الشباب. والله اذا كان حتى لو من الرئيس العام، يعني انا لما تقول رئيس العام يعني عشان امير وعبد الله بن مساعد بنقول ما اخطا؟ لا اخطا، انا اقول لك. ومو قدام، مو فؤاد انور اللي يقولها، العالم جالسه تتكلم عن اللي صار كله، يعني الاشياء اللي صارت كلها. نعم. يعني انا بقول لك حقيقه، انا بقول لك احنا دائما لا يصير هدفنا كسب المادي ونفخر بس بالكسب المادي ولا نشوف خلفيات هذا الموضوع. نعم. هل يعني انا بقول لك الخلفيات اللي صارت اليوم حتى في 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 يعني في صلاه الجمعه، في المساجد، في الخطب، نوصل لهذه الدرجه عشان يعني مباراه واحده؟ يعني ما اتوقع انها. طيب في كلمه واحده، البطوله نجحت ولا لا بالنسبه لك بعد هذا التقييم؟ بالنسبه لي انا بقول لك قد استمتعوا فيها الفريقين عشان الجو. ناجحه ولا غير ناجحه ابو خالد؟ انا اشوف انها يعني على الضجه اللي صارت 10 مليون وايضا الملعب كنك. نعم. انت يعني ما في شخصيات يعني رياضيه شفناها. نعم. ما شفنا تسويق يعني، ما شفنا جمهور انجليزي على الاقل يعرف ان في مباراه، على الاقل ما في ناس ما يدرون ان في مباراه. ناجحه ولا غير ناجحه؟ انا اعتبرها كاول مباراه. انا بقول لك لولا ما ظهر الشيء اللي شفناه والعالم اللي تكلمت فيه. نعم. كان قلنا ناجحه بجميع المقاييس. يعني غير ناجحه بالنسبه لك؟ انا اعتبرها غير ناجحه بما شاهدناه وردة الفعل. طيب. اللي شاهدناها من جميع السعوديين. طيب استاذ احمد، امس كان معنا الدكتور حافظ المدلج وانت عارف انه مطلع على امور التسويق ومطلع على هذه البطوله وقريب من الاشخاص اللي مشرفين عليها، يقول انه في 4000 مشجع معهم تذاكرهم ما حضروا المباراه، لما بحثوا على الموضوع يقول انهم وصلوا الملعب ولما شافوا الوضع غير مناسب مثل ما تفضلت انت المناظر اللي شاهدناها، طبعا اللي معهم عوائل وبنات تراجعوا وحضروا او تابعوا المباراه خارج الملعب يعني من خلال التلفزيون. كيف تعلق انت على هذا الامر؟ معلومه حقيقه فيها كثير من الصحه، لانه طبعا اي شخص بيحضر المباراه ويشاهد ما يشاهده طبعا حيتراجع حتى لو كان داخل المباراه. لكن هذا لا يلغي ابدا مثلا انه مدى تسليم انها كانت فكره ربما قابلة للتطوير وفكرة ربما أيضا تصنع منها حدث للنقاش حولها، لكن حقيقة ما حدث طبعا على هامشها من مناظر ومن تصوير أجهز على هذه البطولة، مع احترامي للعشرة مليون، مع احترامي للمكاسب الإعلامية، مع احترامي لمن يقول أنها أيضا مباراة حققت أهدافها. أنا أصلا من البداية أسأل أقول إيش الأهداف من إقامتها في لندن، فكانت إجابات متناقضة، هناك من يؤكد أنها ربما تكون رسالة رياضية، هناك من يؤكد أنه يقول مثلا ربما رسالة من الاتحاد السعودي على نطاق الاستثمار، كيف نستثمر مثل هذه المباراة ونكسب المباراة. لكن في النهاية عندما أقيمت المباراة وانتهت المباراة نسينا كل ما دار في الملعب وبدأنا نتحدث عن الصدمة أو صور الصدمة اللي حدثت، اللي هي اليوم حقيقة ربما وضعت الأستاذ أحمد عيد على اعتبار أنه رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم بين المطرقة والسندان. صحيح أنه قرار بهذا الحجم لابد أن يستشير فيه الرئيس العام رعاية الشباب، لكن أمام الرأي العام إذا هناك محاسبة فربما ما حتكون إلا الاتحاد، بدليل الأمير عبد الله بن مساعد اللي هو بلا شك يتحمل جزء من المسؤولية ما حضر في المشهد، وبالتالي ما كان له تصريحات أولا حول السوبر. صحيح أنه ربما زي ما قال الأستاذ الدكتور حافظ أنه صاحب الفكرة ووافق على الفكرة أو بارك الفكرة، لكن في النهاية يظل الرأي رأي الاتحاد السعودي كرة القدم المشرف الحقيقي على هذه البطولة.
فأنا حقيقة أتمنى أن يكون هناك إجابات على كثير من الأسئلة. الشارع الرياضي السعودي كنت أتمنى قبل أن يبشرونا طبعا بالمكاسب اللي حدثت من ضمنها الملايين، نعم، أنه حدث على الأقل اعتذار الاتحاد السعودي كرة القدم على ما حدث من مناظر ومن سوء، لو حدث اعتذار أيضا من الناقل الحصري للبطولة، من حدث اعتذار أيضا من الراعي الرسمي لهذه البطولة. لكن والله في آخر تصريح للأستاذ أحمد عيدة أبو محمد انتهت المباراة، يقول ربما تتكرر هذه الفكرة مستقبلا، يعني إقامة السوبر خارج المملكة. والله هذا فكرة هو أحمد عيد طبعا كما تعرف يمكن ربما باقي له سنة وبيغادر الاتحاد، إذا كان مثلا رئيس القادم أو الجمعية القادمة أو هناك مثلا مشروع اتحاد تحت منبثق من اللجنة الأولمبية اللي رأسها الأمير عبد الله المساعد، نعم، سيكون عندهم مثلا خطط مستقبلية لإقامة السوبر في دول أخرى، فهذا شأنهم. لكن أنا على الصعيد الشخصي أعتقد إنه سوبر لندن كان فاشل بكل المقاييس، بغض النظر عن المستوى، بغض النظر عن الطقس، بغض النظر عن اللي بيقولوا إن الإعلام البريطاني تفاعل مع البطولة، ما حدث حقيقة أجهز على السوبر حتى اليوم ونحن نتناول. لا، من اللي قال الإعلام الإنجليزي تفاعل مع البطولة أبو محمد؟ لحظة، الإعلام الإنجليزي لم يتطرق إلى البطولة نهائيا، فقط فضل. خبر على استحياء في صحيفة شهيرة، هناك من كان اليوم يقول البعض تحدثت عن الموضوع، لكن جميع الصحف والإعلام الإنجليزي لم يتحدث عن هذه البطولة برأي وبشهادة المتابعين للصحف الإنجليزية. لا، بعض الصحف اليوم أوردت أخبار بس ربما ما كان هناك مثلا مساحة لها، لكن في النهاية ما هو موضوعنا ده، أنا ما أحتاج من الإعلام الإنجليزي أن يغطي لي المباراة. طبعا عنده دوري أهم هو، أما مسألة بيقول حتى من كان يقول ايضا على هامش هذا السوبر انه التعريف بالمنافسات السعوديه، اعتقد انه اختاروا المكان الخطا. الدوري الانجليزي منطلق الاول امس، والدوري الانجليزي تعرف انت انه اقوى دوري في العالم، ومشجع الانجليزي ما هو فاضي يتفرج المباراه ما تضيف له اي شيء، فبالتالي اعتقد انه حتى هذا المبرر غير مقبول وغير معقول اصلا وغير منطقي. مسألة تطوير هذه البطولة فأتمنى أنا شخصيا إذا كان لابد من الاستفادة منها، عندنا ملاعب كثيرة على مستوى المملكة، فلتكن في الطائف، نعم، وإن لم تكن تكن في أبها. أبها طبعا مدينة الأمير سلطان، هناك ملعب على مستوى عالي، احتضن دورات الصداقة ودورات صيفية وحضور كان جماهيري كبير، وأيضا في الصيف حيكون الطقس عالي، فبالتالي أعتقد إنه استثمار طبعا هذه البطولة في أبها أو في الطائف حيكون أفضل من وضعها في دولة خارجية، وبالذات في دولة أوروبية، ونشاهد ما شاهدناه في لندن. طيب، على هاشتاج برنامج الملعب نصراوي تيما يقول: من جاء بدون عزيمة جلس بدون فراش، فقد تطفلنا على الإنجليز وقمنا بتسويق منتج سيء لم يحضر له المدعوون أمثال فيركسون. عبد الله التويجري يقول: يسلم فمك كابتن فؤاد أنور. ومنصور السبيعي: بيض الله وجه ضيوفك. وأحد المغردين يقول: غريب أن الأخ أحمد الشمراني طيب. مذهلة تقول: ليش ما يخلون العوائل تحضر، ما يدخلون إلا بضوابط، كذا نرتاح من الجدل، اللي معارضين كل واحد له حق يتابع. شو رأيك أبو محمد؟ يحضرون العوائل لكن بضوابط، على مذهلة أو على منسى؟ لا والله، أنا شخصيا ضد الموضوع هذا تماما. شوف، أنا بقول أبو خالد، خلوا الرياضة زي ما هي عندنا، لأنه ندخلنا هذا النفق سندخل أيضا في عراك من نوع آخر، مع وضد، في النهاية الرياضة ستخسر طبعا، فبالتالي لا نقسم المجتمع بمشروع أصلا أو بفكرة أصلا مرفوضة قبل أن تبدأ. نعم أبو خالد، باختصار لو سمحت. أول شيء نسيت أحيي أخوي أحمد، وأنا سعيد حقيقة اليوم بوجودي بمشاهدة أخوي أحمد، وأيضا أن نطلع سوا في هذه الحلقة. شوف الحقيقة، أنا بقول لك الملعب مستأجرة الاتحاد السعودي، كان ممكن أفضل مما كان من ناحية التصوير، المفروض يكون في تعليمات إذا كان في عوائل لهم جزء مثلا محل معين، يعني كان فكوا نفسهم من هذه المشاكل، لكن كلهم فرحانين بلندن، تقول كأنهم بيروحون ياخذون جنسية يعني في 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 في, في لندن، كأنهم ما قد راحوا، وهم ناس على مستوى، يعني على مستوى من الفكر، على مستوى من السفر، على مستوى من، لكن أنت في أشياء لازم تحسبها ولازم تفكر فيها. الآن ما حصل بعد المباراة، من يتحمله؟
من يتحمله؟ يلا اللي صاحب الفكرة يطلع يتحمل الموضوع ويتقبل الموضوع ويعتذر للشعب ويعتذر للعالم اللي زعلانة من هذا الموضوع. يعني أساءوا للشعب؟ والله اللي أشوفها هنا وردود فعل الناس كلها ميب راضية. يعني أنا بقول لك إذا أحمد عيد يا أخي على الأقل قبل ما تقول لنا 10 مليون مكاسبك اعتذر للعالم هذه اللي زعلانة. وأنا أحمد عيد ترى أعتبره صديق وأعتبره أخ، ولكن اللي حاصل لابد أن يطلع أحد على الأقل يواجه العالم ويقول إحنا كان لنا كذا وكان لنا كذا وأخطأنا في كذا وأخطأنا في كذا. يعني ترى الخطأ يعني وارد أنه يكون موجود، بس لازم أنك تطلع ذا، ما تطلع تقولي فايدتنا 10 مليون يا أخي. ما تطرقوا له البعض حقيقة يفوق 10 مليون، يفوق 10 مليون بكثير. تتكلم عن صورة المجتمع أو سمعته؟ عن صورة المجتمع. يعني المجتمع الحين يعني كلهم يتكلمون في هذه الحادثة وما صار في 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 المباراة، وأنت تطلع لي تقول لي 10 مليون. يعني كان إن بس أبو خالد ما حصل مشاكل داخل الملعب يا بندر. أنا بقول لك إحنا ما نتكلم عن مشاكل، يعني لازم تحصل مشاكل يا أخي. حصلت صور وحصلت أشياء وحصلت يعني أشياء كثيرة، ما نبغى نثير العالم ونتكلم على لا نتكلم بصراحة. إحنا نتكلم بصراحة، بس إحنا تعودنا منك على الشفافية. إحنا جالسين نتكلم في الموضوع اللي حصل. كان بالإمكان طالما أنت كاتحاد سعودي مستأجر هذا الملعب، مستأجر لمدة ساعتين، تقدر تتحكم فيه وتقدر تحط شروطك، تقدر تحط أنظمتك. لكن انك ما تترك الموضوع عايم بالشكل هذا لحد ما وصلت. يعني انا بقول لك يعني انا ما اذكر ان في يوم الجمعه قد المساجد تطرقوا لكره قدم الا يعني الفتره هذه لاول مره. يعني في اشياء استفزت يعني كثير من الناس، استفزت العاقل نعم والغير عاقل. طيب لكن اللي غيور كلهم العالم كلها تكلمت، يعني تكلمت بحرية ولها حق أنها تتكلم تقول وجهة نظرها. طيب عندنا خبر عن النصر. وجه الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر اعتذارا لجماهير الفريق بعد خسارة مباراة السوبر أمام الهلال، وقال في تغريدات خاصة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: جماهير النصر الغالية، نعتذر على الأداء السيء ونتحمل كامل المسؤولية ونعدكم بالأفضل كما عودناكم. وأضاف: العام الماضي كانت خسارة السوبر انطلاقة النصر نحو الدوري، وهذا ما حدث وهذا ما سنسعى إليه هذا العام. اختتم تغريداته بأن النصر كان وما يزال قويا بكم، والقادم أفضل بإذن الله، ودائما نفكر بيوم غد. أبو محمد، رسالة اعتذار من رئيس النصر للجماهير النصراوية بعد الخسارة الأخيرة، وهي رسالة في محلها. طبعا جمهور النصر كان 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 غاضب بعد المباراة، طبعا مو غاضب على المستوى فقط، غاضب على الاستعداد، غاضب ايضا على العنصر الاجنبي. النصر حقيقة ربما من اقل الفرق في المملكة استعدادا، بدا متاخر طبعا. فعلى هذا الاساس كان هناك عتب كبير من جماهير النصر طبعا، بل تجاوز عتبهم الإدارة للمطالبة أيضا بإقصاء المدرب، مطالبة أيضا بلاعبين أجانب، وتعرف من الفترة الآن ضيقة. لكن في المجمل حقيقة اعتذار الأمير فيصل متوقع، واعتذار طبعا اعتذار رجل يدرك تماما أنه علاقته مع مدرج النصر باتت علاقة عاشق بمعشوق، ويدرك تماما أنه جمهور النصر طبعا بعد العامين الماضيين ما عاد ينتظر من النصر أي إخفاق، فما بالك عندما يخسر مرتين على التوالي وأمام فريق واحد اللي هو الهلال. نعم. لا شك أن ردة الفعل هتكون أكبر وأعنف، لكن في النهاية أعتقد أنه حتى الموسم الماضي زي ما قال خسر السوبر، لكن واصل الفريق واستطاع أن يحافظ على بطولة الدوري. لكن في المجمل هناك في حدث خطأ إداري بعدم التعاقد مع لاعبين أجانب، هناك خطأ أيضا فني ربما بتأخر المعسكر أو تأخر بداية التمارين. كل هذه الأمور حقيقة كانت ربما هي العنوان الرئيسي طبعا في عتب جمهور النصر على إدارة النصر. لكن أعتقد أنه الاعتذار طيب. شوف بهذه التغريدات الثلاث ربما الأمير فيصل بن تركي استطاع أن يمتص غضب الجمهور. كنا ننتظر أيضا من أي مسؤول رياضي أو حتى من رئيس العام
نعم. على الأقل حتى يوقف هذا الغضب اللي في الإعلام الرياضي له، حتى بتغريدتين ثلاث اعتذار للشعب عما حدث من مصور المباراة وحدث من لقطات طبعا. لكن للأسف الشديد راحوا يتحدثون عن المكاسب المالية وتركوا أيضا ما هو أهم، وهو خسارة أيضا ربما سمعة كرة القدم أمام مجتمع لا يرحم، وهو كما قلت في البداية أنه مجتمعنا نعم. متدين بالفطرة، لعبله في كل شيء، نختلف في رياضة، نختلف في أمور أخرى، لكن عندما تصل إلى الثابت وهو طبعا الدين والحجاب وعفة المرأة واحترام أيضا المرأة، هنا يبدأ يتغير كل المجتمع. فما حدث طيب. أعتقد أنه كان استفتاء يا بندر ولهان أخوي أبو خالد نعم. أن الملاعبنا الرياضية لن يكون لها أي مساحات للنساء، لا اليوم ولا بكرة ولا بعد حتى حين. نعم. طيب أبو خالد، لماذا خسر النصر فنيا؟ خلنا نتكلم فنيا. شوف النصر، أنا بقول لك هي مباراة واحدة ومباراة أيضا بداية الموسم، ترى ما يقيس عليها الفريق أنه خسر، أنه سيء، أنه كذا، أنه كذا. هي مشكلة المباراة أنها بين هلال ونصر. هذه يعني الضغط الآن اللي ساير، وأيضا معاتبة فيصل بن تركي، وأيضا معاتبة المدرب، معاتبة ذا، لأنها ثاني خسارة أو بداية نهاية الموسم وبداية الموسم. حتى هو وصف أداء فريقه بالأداء السيء من خلال التغريدات، يقول أعتذر لكم على الأداء السيء. شوف أنا بقول لك اللي كانوا برضو مأمل عليهم يعني كلاعبين خبرة وذا، لم يظهروا بالشكل الصحيح نعم. ولم يظهروا في المباراة يعني بالأداء. ولكن المباريات دائما الافتتاحية في الموسم هي تكون دائما يعني أشبه بالشكل اللي ظهر العام الماضي. يعني الجميع يذكر أن الفريق النصر خسر السوبر من الشباب، صحيح. وأيضا حقق النصر الشباب، والشباب لم يقدم المستوى المأمول في الدوري. في أيضا في فرق سبحان الله، يعني بعد مثلا الدوري بعد مباريتين ثلاث مباريات تحس الفريق انه يتحسن من من من, من احسن الى احسن. نعم. لما نجي فنيا نقول لك المدرب اخطا، مدرب النصر بغض النظر عن الفوز والخساره. انا اشوف فريق من فتره طويله يلعب 4-4-2 وجيد فيها، وايضا حقق مكاسب كبيره حقيقه في 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 بهذه الطريقه. تجي في مباراه مهمه وايضا عندك لاعبين على مستوى عالي حقيقه، مثلا زي نايف هزازي وايضا عوض خميس، لما شفتهم في دكه الاحتياط انت في مباريات هذه ومباراه واحده قد تنتهي 1-0 المباراه، وهي زي ما يعني زي ما قلت الان هي انتهت 1-0. خش قوي وممكن تكسب المباراه في البدايه، وبعدين تبي تريح بعض اللاعبين ريحهم. حتى خروجه للشهري انا اتوقع انه كان يعني اخطا فيه واضعف الوسط، رغم انه كان في الشوط الاول ايضا ضعيف. كان الهلال الشوط الاول مستحوذ 66% 34% بالنسبه للفريق النصراوي. ايضا المباراه كانت فيها فرص حتى للنصر، كان بعض برضو فيها فرص يعني كان في حلاوه المباراه رغم انها 1-0 كان فيها نوع من الفرص، وكان فيها ايضا قائمين لكورتين في القائم للهلال وكورتين قائم في النصر. الهلال كان افضل ابو خالد؟ الهلال كان افضل نعم، رغم الهلال انا اقول لك مثلا الفريقين كلهم عندهم نقص، لكن نقص الهلال اكثر ولاعبين اساسيين، ما توقعت الفريق الهلالي يظهر بهذا المستوى. والفريق النصر نعم. ايضا حسين عبد الغني وايضا غالب لهم ثقلهم ايضا في الفريق النصراوي. لكن انا في وجهه نظري من رشح يعني كفه الفريقين لاعبين الهلال المحترفين اللي هو ادواردو تقريبا والميدا. نعم. الاثنين هذولي صنعوا الفرق في الهلال، صنعوا فرق في الفريق الهلالي. محترفين النصر لم يقدموا شيء في المباراه. طيب وصلت بعثه فريق النصر من العاصمه الانجليزيه لندن على متن طائره خاصه صباح اليوم الى الرياض، وكان الفريق قد خسر المباراه امام الهلال في مباراه كاس السوبر السعودي، الامر الذي دفع بالمدير الفني الاوروغواياني دي سيلفا برفض منح اللاعبين لاجازه حين طلب منهم العودة للتدريبات بدءا من يوم الغد تأهبا للدخول في تحضيرات انطلاقة الدوري، حيث سيلعب الفريق أولى مبارياته في دوري عبد اللطيف جميل المحترفين الجمعة المقبل أمام فريق هجر.
ابو محمد دا سيلفا مدرب النصر كانه يعاقب لاعبي النصر على الاداء في المباراة الاخيره، والغريب في هذا الامر ان الجماهير النصراويه هاجمت مدرب النصر بشكل كبير اليومين الماضيين. كنت ابغى اقول طيب هو بيعاقب، بس من يعاقبه؟ هنا السؤال. هو عاقب جميع اللاعبين، يعني دام انه قال ما في راحه ولا في اجازه تدريبات على طول، اكيد انه عقاب للجميع. انا اقول هو من يعاقبه، يعني هو اخطا زي ما قال لك الكابتن فؤاد. تقصد المدرب. اعتقادي انا مثل نعم. هذه الامور تحدث حتى عندنا المدرب عندنا. الجماهير عاقبتها بما فيه الكفايه حتى محمد. عندنا يعني كان في هجوم قوي وقاسي، انا تابعته بشكل مباشر. أكيد، لكن يفترض أيضا يكون الإدارة مع جلسة طبعا يتناقشوا في بعض الأمور. زي ما ذكر الكابتن فؤاد أنها كانت أخطاء فنية، ما أقدر أتحدث عنها بحجم الحديث اللي قاله أبو خالد، لكن أنا باتت هذه عندنا تتردد كثير يا بندر، وربما الكابتن فؤاد عنده خبرة في هذا الجانب أكثر مني. دائما عندما يخسر الفريق مباراة أو يخسر مثلا بطولة أو يقصي من بطولة وعنده مثلا بعدها بأيام إجازة ترفض الإجازة ويتم أيضا العودة للتمارين، مثل هذه الأمور طبعا يستشعرها اللاعبين مثلا إن عقوبة ويفترض أن يستثمرها لتصحيح أوضاعه أو أنها تضيف أيضا عبء لاعبه. أعتقد أنه عودة الفريق من مباراة سوبر وهو خاسر وبعد رحلة طويلة، فأعتقد أنه لو منح إجازة أكثر ربما تساهم في, 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 في عودة اللاعب بنفسية مفتوحة تدريبات، لكن أن يتم طبعا يوصل اليوم وبكرة يبدو تمارين، أعتقد أن هذه أيضا عقوبة قد تكون أيضا أثارها سلبية على اللاعب، وما أدري إيش رأي أبو خالد. لا أتفق معك، هي سلبية جدا، وأنا أتوقع أي مدرب في العالم لابد عليه أن يتقبل الخسارة ويتقبل أيضا فريق أنه خسر، وخاصة أنه يعلم أنه في بداية موسم وأيضا تمارين وأيضا بعض اللاعبين لم يوصلوا لياقتهم الكاملة، وظروف دائما مباراة واحدة وخاصة مباراة السوبر لا تحكم على الفريق، ولكن هذه العقوبة أتوقع أنها كانت متفقة بين المدرب والإدارة ولكن مخطئين فيها الحقيقة. طيب، من النصر إلى الأهلي، حيث أغلقت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشكل رسمي مساء الأمس باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث شهد اليوم الأخير تقديم مساعد الزويهري بأوراق ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي. يذكر أن مساعد الزويهري هو المرشح الوحيد الذي تقدم لرئاسة مجلس إدارة النادي خلال فترة أبواب الترشيح أمام الراغبين في رئاسة مجلس إدارة خلال الأسبوعين الماضيين، لم يتقدم أحد سوى الأستاذ مساعد بن هليل الزويهري. أيضا الأهلي دشن التذاكر الموسمية الخاصة بحضور الجماهير الرياضية لمباريات الفريق الكروي الأول التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. جاءت تفاصيل التذاكر الموسمية على النحو التالي. طبعا الدرجة الموحدة الخضراء، تكلفة الدرجة الموحدة الخضراء 560 ريال في الموسم كامل، وأيضا تكلفة الدرجة الموحدة الخضراء مع المجموعة للشخص الأول 560 و 400 ريال البقية. أيضا هناك بطاقة الأهلي الموسمية لتذاكر الموسم جميع مباريات دوري جميل، بالإضافة إلى مباريات المجموعات الآسيوية المقامة في مدينة جدة، تخفيض على متجر الأهلي وبعض الشركاء للنادي الأهلي، تخفيض 35% أيضا من جونسون القناع الشفاف، ودخول السحب على أي من الجوائز التالية: طقم الفريق الأول موقع من نجوم الأهلي وسيارة وأيضا كرة موقعة من اللاعبين. كل ذلك دشنتها الإدارة الأهلاوية طبعا أو تقدمها لكافة الجماهير الأهلاوية. أيضا في خبر يتعلق بالأهلي، حيث يستعد النادي الأهلي إلى تدشين قناته الفضائية يوم الأحد المقبل، يعني بعد بكرة إن شاء الله، لتتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد. طبعا قناة الأهلي سوف تبث بشكل تجريبي بعد غد إن شاء الله الأحد، ويبدأ البث الرسمي البث الحقيقي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. كيف تعلق على هذه التحركات الأهلوية أبو محمد؟
هي لا شك انها خطوات ايجابيه، سواء على مستوى ايضا توزيع بيع التذاكر الموسميه، وعلى مستوى ايضا المتجر اللي شاهد في الايام الماضيه ايضا ربما نقله شرائيه غير مسبوقه منذ افتتح المتجر حتى الان، طبعا في شعارات النادي وطقم النادي الجديد وما الى ذلك. اليوم ايضا تاتي للقناه كتتويج جهود ايضا، وربما هي ايضا هديه من الرئيس الجديد أنصار الأهلي، وكذلك أيضا سيتبعها خطوة أخرى معنية أيضا بصحيفة للنادي الأهلي طبعا في الإعلام المكتوب. نعم. نبارك للأستاذ مساعد الزويهري اللي طبعا هو الوحيد اللي متقدم، وغدا سيتم تنصيبه طبعا رئيسا للأهلي، وتمنى له إن شاء الله التوفيق، خاصة وأنه ربما يستلم الفريق وأوضاع الفريق كله على مستوى جيد. الموسم الماضي قدم موسم فريق كرة القدم على مستوى عال، ويبحث هذا الموسم إن شاء الله أن يواصل المستويات، والمطالبة بإذن الله طبعا من المدرب هو تحقيق الدوري، وأبو هليل قدها وقدود. نعم أبو خالد، كيف تقرأ تحركات الأهلوية الموسم الجديد؟ طبعا فريق الأهلي حقيقة عودنا دائما دائما سباق في أمور كثيرة حقيقة. نتمنى التوفيق أيضا للرئيس القادم، رغم أننا خسرنا أيضا رئيس حقيقة رجل فهد بن خالد. نعم. الجميع يحترمه، والجميع أيضا يقدر هذا، ويقدر أيضا ما عمله يعني في حقيقة للفريق الأهلي. فريق الأهلي من الفرق الآن اللي بدأت حقيقة تبحث عن نفسها بقوة. العام الماضي قدموا موسم أكثر من رائع. صحيح. الجميع أعجب حقيقة بالفريق الأهلي وأدائه، بغض النظر في الأخير من خذ الدوري، ولكن أنا أتوقع أن الموسم هذا أيضا سينافس على الدوري بقوة بما يملكه من استقرار فني وأيضا من لاعبين حقيقة مميزين، ونتمنى الجميع فرقنا أن تظهر بهذا المستوى، وأيضا ينعكس هذا على مستوى الكرة السعودية وأيضا على منتخباتنا. نعم. طيب نشوف معكم مشاهدينا مباريات الغد من كأس ولي العهد في دور 32، تنطلق غدا إن شاء الله السبت، وتستمر لثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين. نتابع. السعودية وتعود المتعة والإثارة للدور السعودي بجميع ألوانه، حيث عدت الأندية العضة بالاستعداد والإعداد المبكر لخوض غمار المنافسة على أقوى وأغلى البطولات، حيث تنطلق غدا أولى لقاءات الموسم الكروي ضمن كأس ولي العهد، عندما يستضيف الاتحاد فريق أحد على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة. الاتحاد كان مختلفا في إعداده وتعاقداته باستلام منصور البلوي لملف المحترفين الأجانب، ويسعى العميد غدا لاقتناص أول فوز على حساب فريق أحد الذي سيسعى للظهور بصورة جيدة أمام جماهيره. اللقاء الآخر يجمع فريق الفتح والنهضة الطامحان لبداية قوية بعد قرابة 20 يوما من الإعداد، وسيكون لقاء الغد خير بداية لافتتاحية الموسم. ثالث اللقاءات تجمع فريق الباطن والخليج الساعيان لتقديم مستوى مقرون بفترة الإعداد التي قضاها الفريقين والتأهل لدور 16. آخر مباراة نجران يحل ضيفا ثقيلا على ضمك، ويسعى نجران لخطف الفوز الأول له والسير بخطى ثابتة لتقديم المستويات الجيدة في الدوري. ضمك هو الآخر يمني النفس بتحقيق الانتصار والمضي قدما في دور الدرجة الأولى وتحقيق نتائج إيجابية في قادم الأيام. من مباريات الغد إلى حكام الجولة 32 من كأس ولي العهد، طبعا مباراة الفتح أمام النهضة يوم السبت إن شاء الله بكرة، يقودها الحكم خالد صلوي، والباطن مع الخليج أحمد الرميخاني، ضمك مع نجران ماجد الشمراني، والاتحاد مع أحد يقودها الحكم عبد الرحمن الكعبي. يوم الأحد إن شاء الله التعاون مع الدرعية يقود الحكم خالد الطريس، والقادسية مع الجيل الحكم خالد السناني، الفيصلي مع الفيحاء حيدر الشريدة، ومباراة هجر أمام الوطني يقودها تحكيميا سامي الجريس. يوم الاثنين الشعلة أمام النجوم يحكمها محمد الشهري، والرياض أمام الشباب مشاري المشاري، العروبة مع الطائي مشاري العسيري، وأيضا مباراة الرائد أمام الاتفاق يقودها عبد الرحمن الشهري.
في خبر يتعلق بالاتحاد، دخل منصور البلوي المشرف العام على الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد في مفاوضات سرية مع الصفقات الجديدة سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب، رغبة منه لضمان السرية والكتمان، حيث يأمل في إبعاد أي عراقيل أو مماطلات لتدعيم صفوف العميد، وذلك قبل إغلاق الميركاتو الصيفية الحالية. هذا وكان مسير الفريق الاتحادي نجحوا في استقطاب عناصر مميزة لصفوف النمور أمثال فنزويلي ريفاس والغاني مونتاري، والمحليين الجدد أحمد الناظري ورياض إبراهيم ومحمد البلادي وياسين حمزة وعوض خريص وماجد الخيبري وعساف القرني وفيصل خراع وتركي الجلفان. يذكر أن بلوي وصناع القرار بالنادي حرصوا على اجتماع مع الروماني بولوني المدير الفني لمناقشة مصير الرباعي فواز الخيبري سلمان الصبياني وباسم المنتشري محمد العمري، سواء مخالصتهم ماليا أو إعارتهم إلى أحد الأندية. أبو خالد، هذه التحركات الاتحادية قابلتها الجماهير بدعم كبير بالنسبة لتحركات منصور بلوي للموسم المقبل. أول شيء لو تسمح لي بس أتكلم على مباريات كأس ولي العهد. تفضل. أنا حقيقة يعني أستغرب من الأندية كيف وافقت أنها تبدأ موسمها بمباريات كأس ولي العهد اللي هو خروج المغلوب. هذه أنا بقول لك خاصة على الفرق الكبيرة مباريات خطرة. يعني زي الشباب الآن بيلعب مع الرياض. اي انا بقول لك يعني انا بقول لك من الاولى انه يبدا في الدوري اربع جولات خمس جولات او ست جولات بعدين عندك كاس ولي. يعني انا اذا كان شاور والانديه فيها مستغرب حقيقه كيف تقبل يعني حقيقه انك تبدا موسمك بمباريات خروج مغلوب. وش انعكاساتها السلبيه على انعكاسات كثيره؟ يعني ما يجيك فريق متحمس فريق ذا انت لياقتك ما اكملت لاعبينك ما اخذوا على المباريات وقد تطلع من هذا الفريق. تتكلم عن الانديه الكبيره يعني الأندية قد تحدث الكبيرة. مفاجات قصدك قد تحصل مفاجات وتنعكس على الفريق في الدوري. تنعكس على الفريق في الدوري. يعني انت لما تطلع لا سمح الله في اول مباراه الان في اول موسم حتفتح باب كبير عليك الانديه الكبيره. وانت تعرف دائما بدايه الموسم في احتمال كبير انه يعني ما تظهر بمستواك لانك لياقه لاعبينك لم تكتمل المباريات يعني بهذه الطريقه خطا. انا اقول انه خطا. طيب بالنسبه للاتحاد باختصار. بالنسبه للاتحاد انا اتوقع ان بالنسبه حتى اللاعبين المحترفين اللاعبين الاجانب لما يبدا الدوري نقدر نحكم عليهم، اما الان يعني ما نقدر نحكم عليهم لكن نقول خطوات جيدة. الأخ منصور يعني ليس غريب عن الوسط الرياضي وأيضا حتى تحركاته اللي جالس يسويها كان يعني في السابق أنه يخدم فيها الفريق الاتحادي والآن هو مشرف على هذا الفريق. نتمنى عودة الاتحاد عموما وأي فريق من فرقنا الكبيرة لأن حقيقة كرتنا محتاجة الفرق هذه أن تعود. نعم. طيب أبو محمد، الاتحاد بهذه التحركات يشكل خطر كبير على الأندية الأخرى الموسم المقبل الجديد؟ بالعكس يعني الخطر أن يبتعد الاتحاد. عودة الاتحاد لا شك أنها إضافة، هي إضافة للمنافسة أيا كانت يعني، لكن أنا أعتقد أنه الخطوات جيدة زي ما قال أبو خالد إلى جيدة جدا، إلا أن بعضها للأسف الشديد كان إعلامي أكثر من مثلا خدمة للفريق، بمعنى أن هناك من كان يتحدث أنها صفقات وإلى آخره قبل أن يبدأ. في اعتقادي أنه الحكم على اللاعبين الأجانب أيا كانت نجوميتهم أيا كانت تاريخهم، ولنا أيضا تجارب كثيرة معهم وخاصة نادي الاتحاد، يجب أن يكون من خلال الملعب. هي خطوات جيدة وخطوات ممتازة، لكن المغالاة في, 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 في إبراز هذه الصفقات أنها صفقات مدوية ربما في حالة حدوث، وهذا شيء متوقع، حدوث أي إخفاق من أي لاعب أو تراجع أو هزة قد تكون ردة الفعل أيضا ربما سلبية. فبالتالي يجب أيضا ما أقولها بس النادي الاتحاد لكل الفرق يجب أن نتعامل مع أي صفقات بتوازن وموضوعية ونتعايش معها كصفقات ربما تكون مربحة وربما أيضا يكون العكس. ما هو شرط أن يجيب نجم على مستوى عالم يعرفه ويبرز عندنا هنا، ربما المناخ ما يناسبه، ربما أيضا تركيبة الفريق، ربما أيضا الوضع العام بالنسبة للمعيشة في البلد. فبالتالي التضخيم اللي حصل عليه بعض صفقات الاتحاد في حالة حدوث أي تراجع من أي لاعب ستنعكس بالسلب طبعا على جماهير الاتحاد، وانت تعرف تماما جماهير الاتحاد
ما ترحم أيا كان المانع، حتى ولو كان أيضا منصور هو انشودتها ومنصور هو نعم. دائما بالنسبة لهم منزه على الأخطاء، لكن في النهاية أنت اليوم أمام ملعب مفتوح، في الصح أولا هو اللي يكسب. طيب على هاشتاج برنامج الملعب، طبعا أبو خالد يقول اهتم الاتحاد السعودي، طبعا أغلب التعليقات على موضوع المباراة الأخيرة بين النصر والهلال في لندن والحضور في المدرجات بالنسبة للعوائل والنساء، طبعا الغالبية يتفقون معكم أبو محمد أنت أبو خالد في أرائكم حول رفضهم لهذه المشاهد. حمود طبعا أبو خالد يقول اهتم الاتحاد السعودي بعدم التدخين في الملعب وتجاهل الاختلاط البذيء في الملعب، شو رأيك أبو خالد؟ والله شوف انا بقول لك طيب تكلمنا فيما يكفي في موضوعهم او موضوع الاتحاد، يكفي ان العمل اذا قمت فيه لابد انه يكون له ردة فعل، وانت لابد انك تتحمل هذه ردة الفعل، لكن ردة الفعل يعني حقيقة كانت سلبية. انا اقول يعني الاتحاد السعودي لم يسوق حقيقة هذه المباراة بالشكل الصحيح. نعم. لن نشاهد شخصيات رياضية أوروبية أو بريطانية موجودة، ملاعب الملعب فيه سعوديين كأنك في أي منطقة، يعني لو لا اسم البلد ولا الجو ولا نعم. لا لا لا. أنت مستأجر الملعب كاملا باسمك، كان المفروض الاتحاد السعودي أن بيني وبينك أن يحط جزء، يمكن البعض الآن يشوفنا يقول هذا متخلف في بريطانيا، بس أنت مستأجر الملعب عشان ما تظهر ثاني يوم الأخطاء اللي شفناها، من حقك إنك تحط الجزء للعوائل نعم. مع بعض، ويعني حتى مسألة النقل لابد إنك تتحكم فيه أنت ك نعم. ك ك ك كاتحاد سعودي بالشكل الصحيح أو تعطي تعليماتك نعم. اللي أنت متعود عليها. طيب عبد الله تويجري على هاشتاج برنامج الملعب يقول كلام الأستاذ أحمد الشمراني والكابتن فؤاد أنور يمثل شريحة كبيرة من السعوديين. ماجد يقول فؤاد واجهة يجب أن يحتذى به، بارك الله فيك. ماجدة أحد أو متابع البرنامج تقول الهلال موفق في أجانبه من زمان. أبو محمد باختصار الهلال والنصر إدارة الناديين أو إدارة الناديين مشتركة في هذا الخطأ، أو لما وافقت على إقامة السوبر هناك ما تتحمل جزء من المسؤولية؟ حنا دائما نتكلم، خلينا أقول لك انتقدنا الاتحاد الكرة القدم، لكن أيضا لهم دور النصر والهلال. وهل النصر والهلال يملكون قرار حتى لو قالوا لا حيسمع الاتحاد؟ أنت تعرف أنه صاحب اللي عارف أنه لو رفض أحد الناديين كان الناديين ما تمت الخطوة، هذا اللي أنا عارفه بحسب المعلومات. بغض النظر، لكن أعتقد أنه قبل أن يشرعوا في هذا في اختيار لندن أو غيرها نعم. كان هناك موافقة، وحتى لو ما كانت، انا اعتقد انه ما في ربما هناك ما يسمح انك تستشير اي نادي اذا بتقوم سوبر سواء في لندن او في غير لندن. هي نعم. الخطوه قبل ان نحملها الانديه، الدكتور معك حافظ المدلج وضح لك الحقائق من صاحب الفكره ومن تبناها وعن الشركه الراعيه كيف انها استطاعت في ايام وفي وقت محدد انها تقدم لهم نعم. كل شيء في سبيل انها تكون في لندن. فبالتالي اعتقد انه دور الأندية في هذا الموضوع ما هو دور مهم ومؤثر لدرجة أنها تقول لا أو نعم. نعم. طيب شكراً للأستاذ أحمد الشمراني الناقد الرياضي المعروف أبو محمد، يعطيك العافية، شكراً لتواجدك معنا اليوم، شكراً لأرائك. شكراً لك يا بندر، وتحياتي لأبو خالد، وأقول له زي ما خسرنا فهد بن خالد رئيس الأهلي، وأنا خسرته على الصعيد الشخصي، كان رجل كان يتحمل كثير مني سواء في الإعلام وحتى برسائل الجوال عندما ننفعل، لكن أيضا خسرنا شخصية رياضية كبرى اللي هو الأمير خالد بن سعد، اللي فرحنا بعودته وحزننا على ابتعاده، وأعتقد أن ابتعاده هذه المرة نعم. ربما يكون نهائي. مثل هذه الشخصيات عندما تترك الرياضة تشعر بألم. شكرا للكابتن فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي سابقا، النجم الشهير أبو خالد، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا أخوي بندر، وأشكر أخوي أحمد على كلامه الأخير. مبارك للاتحاد السعودي 10 مليون. شكرا لكم مشاهدينا، غدا إن شاء الله موعد جديد، في أمان الله.